معنا دلوقتي مداخلة من دكتور سامح نصر الدين، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، ومنورة الدنيا طبعا، والبرنامج الجميل دايما اللي بتشرف بوجودي معاكم. مرسي لذوقك حضرتك، نورتنا النهاردة. ربنا يخليك يا فندم. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إزاي أي أم تقدر تحافظ على صحتها النفسية وتقاوم الضغوط اللي بتتعرض ليه؟ وانا اسفه ان انا بضحك لان انا واحده من الامهات دول. لا، هو بصي، قبل ما نقول اي حاجه احنا نقول شابو الاول للمراه المصريه بجد، واحييكي طبعا على المقدمه الجميله. غير كده وكده، لا فعلا الموضوع صعب جدا ان هي تقوم بادوار كتير قوي، مش دراسه بس، ودروس والكورسات والتمارين والشغل، ويعني حاجات كتيره جدا، غير طبعا البيت وغير الزوج والاولاد و طبعا صعبه جدا بصراحه، يعني تقيله. الله يكون في عوننا يا رب. يعني تحيه كبيره للمراه المصريه فعلا ان هي بتقدر تعمل كل ده. ميرسي لذوق حضرتك. عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين بقى نوفر، نقدر ان احنا نوزن لها ازاي الموضوع شويه؟ تقصدي؟ انا عايز اعرف من حضرتك ازاي هي تقدر تحافظ على صحتها النفسيه في وسط كل الضغوطات اللي بتحصل وقت الدراسه. تمام، انا هقول لها تعمل حاجه بسيطه جدا لكل ست مصريه جميله. انت لازم اولا الرجاله هتخش تهاجمنا في الحته دي شويه، بس معلش يا جماعه، لازم يبقى ليكي وقت مخصص بتاعك. اللي هو انت بتعملي فيه اي اكتيفيتي خاصه بيكي انت، اي انشطه خاصه بيكي، بتخرجي، بتتفسحي، بتشوفي صحابك، بتتكلمي حتى معاهم في التليفون، بتنامي، ما تعمليش اي حاجه غير الراحه اللي هي السلبيه، لان ده اللي هيقويكي في اللي بعد كده في تاني يوم، ان انت تقدري تكملي تواصلي نفس المجهود والضغوط اللي عليكي كتير. فلازم رقم واحد نخصص وقت ليها هي بس، اللي هو فور فان مش اكتر من كده، يكون موجود ليها. طب يا دكتور، هو يعني انا بكلم حضرتك كأم وعلى ارض الواقع، انا اصلا ما عنديش وقت ان انا اعمل ده. يعني احنا بنرجع من المدرسه، اي ام بتغدي والولاد بياخدوا الشاور بتاعهم، بعدين بنقعد نحل الواجبات التي لا تنتهي، وبعدين بعد كده بنبتدي نعشي، وبعدين بعد كده بنبتدي ننيم. طب امتى؟ يعني هو الموضوع هيبقى محتاج بس شويه تعب مجهود في الاول، في ان احنا بنعمل شويه تنظيم للوقت شويه. مش هتكلم قوي كتايم مانجمنت عالي، لكن انا هقول تنظيم وقت وبلان بسيطه معموله. احنا عندنا 24 ساعه في اليوم. هتكلم بقى بننام بقى 7 ساعات، 8، 6، حتى لبعض الاشخاص مثلا ما بيلحقوش يناموا قوي، غير شغلها، غير كل الكلام ده كله. تحط مواعيد وتخلي لنفسها الساعه واحده، ده انا بطلب بس ساعه واحده او ساعتين بالكثير قوي لو تقدر طبعا، يعني دول اللي هم يبقوا بتوعها هي الشخصيين. نعملها ازاي بقى؟ نعملها وفقا لان انا في الاول خالص معايا جدول المدرسه وجدول الدروس والمواعيد وهكذا الى اخره، التمارين، افضي نفسي النهارده يوم، ويحبذ ان هي تبقى اوقات مختلفه. يعني حضرتك فاهماني لما أيوة تبقى النهارده انت مثلا الساعه 5 بتاخدي من 5 ل 6، ده البريك بتاعك، ما فيش حد معاكي وبتعملي اللي انت عايزاه. يوم تاني مثلا يبقى الساعه 7 بالليل، يوم تاني ان شاء الله حتى الساعه 10 الصبح، وتفر كل اسره على حسب توقيتاتها، واذا كانت هي بتشتغل ولا ما بتشتغلش كمان، فده هيفرق كتير. بس نحط ساعه وتبقى متغيره يوميا. هنا هي هتحس بالراحه النفسيه، شويه سلام نفسي كده مع نفسها كده هيبقى كويس جدا بالنسبه لها، وهتقدر تواظب لبكره وبعده. طيب دكتور، احنا اول ما بنرجع من الاجازه الولاد بيكون عندهم المخ معمول له بلوك، ده بجد. الاسبوع الاولاني بتاع الدراسه ده كاننا احنا عمرنا في حياتنا ما درسنا، وعمرنا في حياتنا ما خدنا كلمتين على بعض طول السنين اللي فاتت وكل حاجه. ازاي انا اقدر احبب اولادي في المذاكره والدراسه طبعا، خصوصا في اول ايام الدراسه، واللي بيكون فيها الاطفال زي ما بقول لحضرتك لسه راجعين من الاجازه ومش مركزين قوي يعني. تمام، هقول لحضرتك النصيحة دي كمان هنقول للست المصرية وكمان للأب. يعني هنا هندخل الأب معانا في الموضوع ده شوية عشان يبقى نفس النصيحة. هنعمل لهم إيه؟ بلاش نضغط عليهم من أول يوم. بلاش إحنا كمان نضغط معاهم من أول يوم. زي سياسة اللي هي زي لعبة الماراثون الجري. أنت النهاردة لو جريت في الأول خالص كتير جدا كتير جدا وعملت كل مجهودك، بتيجي في الاخر بتتعب، فانت بتطلع في الاخر، بتطلع الاخير. لكن لازم تنظم نفسك ولازم تفضل ماشي بنسب معينه، عمال تعلي تعلي، او زي العربيه عشان نبقى كلنا فاهمين المثل ده، زي العربيه ما ينفعش تدوسي من اول دوسه في البنزين، مع اختلاف عربيه تطلع بسرعه. مفهوم بالظبط كده، مش هتجيب لك 100 سرعه 100 يعني طبعا. لا مش هتقدر،
فلازم تطلعي حته حته. النهارده احنا اول اسبوع لا بناخد اكتيفيتي بسيطه، الهوم ورك بسيط، الدروس مش اقوى حاجه، او المجموعات التقويه او ايا كان مسماها، فنبدا ان احنا نطلع تصاعدي شويه بشويه عشان الاولاد يقدروا يستمروا ونفسهم يبقى طويل، والام كمان ما تتضخش مره واحده في كل ده، انا لسه برضو كانت الدنيا هاديه شويه، فما يبقاش مره واحده عليا. دكتور سامح نصر الدين، بشكر حضرتك جدا على المداخله. شكرا يا فندم لحضرتك جدا، وبالتوفيق دايما، ودايما مواضيعكم جميله ومهمه جايه دايما كده للاسره المصريه. ميرسي لذوق حضرتك.